هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين. فأنا مستعجب صراحة، ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق أنها سحابة. الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. أي لا كيف تقسمت إلى أجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة فاشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرائب فيها أشوفها، الحين طلعت فوق. هل تصدق يا أخي؟ إله إلا الله، أمططت شكل الإنسان. روح وقف هنا. الحين بصور هذا. الحين ما انزل بتصور انا في الجهه. شوف تعال جو التلفون هذا شوف. ها جو هذا شوف. جو جو. ايوه. شكرا يا رفيق شكرا. عجائب الدنيا ما تاكل السماء.